تعاون بين ماينكرافت وورز موبايل عشان ينزلوا له سكنات ال 8 بكسل. بمزح، مو تعاون يا اخوان، سكنات 8 بكسل عادي يعني. دعابة يا جماعة، هاي ما هي تعاون بين ماينكرافت وورز موبايل، ولكن هاي سكنات 8 بت اللي يعني معدل البكسل بالمساحة، يعني اشياء تقنية ما لنا فيها. المهم انه السكنات هاي عاملة زي اللوجو، او عارفين الستايل هذا من السكنات. السكنات صايرة مشابهة جدا لماينكرافت، او الاشياء اللي في ماينكرافت. شو وضع الحزمة هاي؟ خلينا نشتريها. قبل هيك حاب احكي لكم عن سداد التاجر، بوفر لكم سي بي فورز موبايل، متجر مضمون يا جماعة. اللعبة حاليا انتبه تشحن المتاجر مو ثقة. ليش؟ لانه راح تصفر السي بي في حسابك، راح يصير السي بي في السالب. تشحن 5000 راح يجيك سالب 5000، دير بالك. اشحن بشكل رسمي من متجر موثوق عشان ما تتبند او تصفر السي بي في حسابك. تشيك على متجر سداد، رابط في الوصف، بشحن لمعظم دول العالم. شيك عليه. يا ويلي السعر غالي، عندي 30000، ما علينا راح نشتريها بالتأكيد. جماعة في شغلة بتضايقني في وورلد زون موبايل، انه بنزلوا سكنات في عجلات الحظ لأسلحة من مودرن وورفير 2، والأسلحة ضعيفة فما بينفع نشتريها. يعني بتشتري سكن عشان ترمي بالزبالة، لذلك خلينا بالسكنات أو بالأسلحة اللي موجودة في نسخة مودرن وورفير 3، هاي اقوى. او لما ينزل حتى سكن لسلاح قوي وقتها بنشتري. اوكي اوكي. طبعا احلى شيء بالحزمه انه حاطين لك افضل اربع شخصيات باللعبه، جوست، برايس، وسوب، وحتى فرح. كل السكنات موجوده. راح نلعب في برايس لانه اكثر شيء لايق فيهم كابتن برايس. ممكن نلعب جوست بعدين، راح نجرب السلاح السترايكر. خلونا نجهزهم وارجع لكم. عدنا زي ما شايفين سترايكر سكن برايس. بتوقع انه في له كل افكت راح يحولك لمكعبات. اوكي صح، تركيبات ما بعرف، تركيبات هي هاي اللي جاهز على السلاح، ما غيرت فيها شيء. يفترض اني اغير صح ولا؟ طيب شيب، انا عندي مشاكل معها صراحه لانه اللي فيها معرقين بزياده يا اخوان. اوكي السلاسه رجعت. هو ما طلع منه كل افكت ولا بتهيألي، ولا ما لحقت اركز انا ولا في النظام. حلو جميل. يا الله جماعة الكار والام كي 2 لكيمبو. صح اني من جماعة لكيمبو بس مش الكار. اي فلاش نو بليز. ما تحل، ما صار بك سلاح يا عمي. شو هذول؟ ليش هيك تلعبوا؟ بنزل خلق كذا يا عمي. ما بحبش اصلا شيب من الماب الثاني هذا، الشوت هاوس. شوت هاوس اسمه؟ اي شوت هاوس كان احسن. يا اما بتحول بكسلات ولا انا اعمل؟ والله ماني شايف. اشوف جماعة النار بكسل. اوكي يا اخي السترايكر بالنسبة لي الافضل. كده ما في قلب فكت يا اخوان، كنت اتمنى يتحول بكسلز. اوتش، اللعبة ترى فيها جرافيك اجمد من هيك بكثير، بس مشكلة ايش؟ بدك ترفع الجرافيك تتبهدل، يعني بصير عندك الفريمات 60 وممكن اقل هذا لو جهازك قوي اصلا. ف بتضطر ايش عشان تلعب 120 فريم؟ تستخدم جرافيك ها؟ رديء. اوكي يعني بتضحي بالجرافيك على الفريمات، بس يعني اوكي زمان ما كان في لا جرافيك ولا فريمات يعني الحمد لله. بس هسه تحسنت، لا في تحسن ملحوظ غير عن اول. كذا لا ما شاء الله علي، لا 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 متعب متعب انت هاي ما شاء الله عليك. لزقت فينا، ودونا على الدنيا شن؟ عفوا ودونا على الانبعاث. اهرب انطلق اللي بعده. فينا فنش واحد لانه روح يلا خمسة. شايل خمسة يا اخوان، ايش في؟ خسرنا وال 90. انا مفكر فرق اثنين ولا ثلاث بيننا. شايلنا هون مود فعالية خراب الانبعاث 10 دقائق عادي، شيء جديد خلينا نجربه. بس نظر جنب المشرق مجهز معي الفينش الجديد، هذا الفينش موجود بدنا نحاول نجربه ان شاء الله. اوكي هذا المود بيعطيك مزايا عشوائيه مع الوقت. يعني اعرفكم، انا سيد كابتن برايس،
خلاص بكسل يا سلاح بسرعة. وين ما وين عالم ايش هذا؟ انا فكر ما اخذ رشاش، حرام عليكم. شنو بتعملوا في دقيقة؟ في واحد اهبل نزل هون هاندلر. هاندلر تعال نجرب عليك الفينش. اسمح لي اللي فات. دقيقة، هو اسمه هوم هاندلر ولا هوم لا؟ دقيقة هسه بقول لك. انت اسمك واحد ايوه ابي هاي ايش هاي في 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 الله يخرب شو اللي عملته. اوكي لا 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 ايش هيك؟ قدرة جديدة مراقبة دائمة. صار يعطيني شو اسمه الحمد لله عرفت اشيله بعد ما فضيت عليه مخزن كامل. يا عمي اقعد ارتاح ولا اقول لك جو المكان جو جو. يا سلام يا سلام يا سلام على الرش اللي بلاها. يعني متأكد انه زعلان حاليا. قايم يا عيني عليك. هاي والله طلع فينا نشتري دروبات يا جماعة، هاي احلى دروبات بنزل هنا. يلا ما اموت. اوكي حصلنا سترايكر. شوف 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 السرعة بعد تفعيل البيرك يا ساتر يا ساتر. ايش في؟ شوف شوف تحس صرت محترف. بحب هذا السلاح السنايبر، هذا فشيخ. صح انه مش سنايبر ابو طلقه بس يعني بيشتغل كويس. واو هاي البركات بضلها معي لاخر الجيم. اوف السرعه. سريع صح بزياده. يلا معلش بعين الله. مود البارق البيرك بيجيك ثواني وبروح. ها لا بضل دائما. ليه؟ اوتش ايش هذا؟ يا ولد شو هذا؟ نسيت انه الكل عنده نفس البركات تبعتي. يا عمي طب موفمنت اي شيء على الفاضي. يا الله ممكن حد يحزن علي ينزلني يا اوكي ما علينا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. احكوا لي لو بدكم فيديوهات اكثر عن ورزو موبايل، احكوا لي افكار ثانيه عن ورزو موبايل ورسائل للشركه. ممكن ننزل مود الرانك يعني لانه طولنا 4 أشهر صار لنا بنلعب اللعبه، بدنا مود الرانك لو سمحتوا. وشكرا اشوفكم بخير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.